سليم؟ يسلم لي حبيب عمته. أنا مشتهية أكل خدودك اللي مثل القشطة حبيبي. دخيل قلبك. أنا كتير انبسطت بجيتك، ما قدرت أحضر عرسك ولا أكون جنبك بهاليوم. للأسف القدر دايما بيكون أقوى منا. أنت كيف صرتي؟ مبكر على قمتك من التخت؟ من جديد قمت من الفرشة، مليت، ما بقى طايقة ضل بالتخت، حابة شم هوا نضيف وأطلع لبرات القصر، حاسة كأني هون بالسجن. شو حلوة هالهدية، كتير حلوة. هاي هدية من السلطانة ناهد دوران. ممتاز، ضلوا هيك على طول، لا بقى تتخانقوا وتعملوا لنا مشاكل. نحن تعودنا على هالوضع. انتي شو اخبارك؟ شو مبسوطة؟ انا كتير مبسوطة، اكتر من ما بتتصوري، كأنه طايرة فوق الغيم كل الوقت. انت رجعي ارتاحي وانا خليني روح، سلطاني عم تستناني. شكرا لزيارتك، انبسطت كتير بشوفتك. ناهي الدورة. سلطانة، سمعت انك هون وخفت انك تروح من القصر قبل ما اشوفك. بالاول حبيت شوف الامير الجديد. السلطانة خديجة كتير عجبتها الهدية اللي عطيتيها للأمير سليم، وعجبتني كمان. أنا لسه ما شفت السلطانة، إذا بدك تعالي معي. بكل سرور سلطانة. لا تفرح لأنك جبتي له صبي تاني يا هيام. المهم هو مين الأمير اللي بده يتعين ولي عهد ويصير سلطان؟ شو بدك أكتر يا خانم؟ إجت السلطانة ناهد دوران زارتك وقدمت لك هدية للأمير. هي وحدة ما بتستحي، قالت لي لا تفرحي لأنك جبتي صبي، لأنه مصطفى هو ولي العهد. ماني مطمنة لهالمرة أبدا. لا تنهزي أبدا، أنتي فكري بحالك وبس. ما بإيدي، بس شوفها بعصب وبيركبوني الجن والعفاريت وبصعوبة حتى أهدى. هي عم تحاول تكون لطيفة لأنه السلطان مو رضيان عليها.